السلام عليكم، معكم يونس الحباشي مكتبة بقنطرة الليدو المعروفة بالحفرة. بالنسبة لهذه المكتبة دير العمر ديالها ما يناهز 30 سنة، راه 91 يمكن ولا 90 راه كانت هذه هنا، وكانوا ناس قبل منا والناس اللي قاصوا عليها والناس اللي ضربوا تمارا، غير هي كيف ما كانت نهار الأول كيف ما مازال ما كاين لا تغيير في حتى شي حاجة من نهار عقلت عليها أنا. بدا بالنسبة لي عندي أنا واحد 15 سنة ولا 16 كيما جيت لهنا الاول كيف ما مازال. او بالنسبه للكتب راه متنوعه بما فيها المقررات المدرسيه، فيها الروايات، فيها كتب التنميه الذاتيه، كتب فكريه، فيها كتب اسلاميه، جميع المجالات متوفرين عندنا ان شاء الله. نقولك بالنسبه راه كلشي كيجي ياخذ من هذه البلاصه ديال راه كلشي تيعرفها، ماشي غير جهه وين راه وطني، كلشي كيعرفها كلشي كيجي ياخذ الكتب من هنايا بما فيهم اساتذه طلبه تلاميذ وحتى الناس في الوزارات هما كانوا كيجيو كياخذوا كتب. كاينين بزاف ودون ذكر الاسماء راه كاينين بزاف اللي جاوا خذوا كتب هنا وناقشوا الدكتور ديالهم بمراجي خذوها من هنايا. المعاناه اللي كنعيشوها حنا هنا ككتبين في هذه القنطره هذه راه معاناه كثيره بما فيها العشوائيه اللي طاغيه بزاف على هذا السوق، واحد البنيه التحتيه اللي راه ما كايناش، اللي كلشي كيعاني وكلشي باغي انه كاع هاد الكتبين هنا يكونوا تم مقننين ويكونوا حتى هما عندهم سميه في المدينه ولما لا في الوطن كامل. شنو خصنا ما كنكرهوش واحد الالتفات اللي غادي تكون سواء من المجلس البلدي او المبادره. الا جينا نشوفوا راه انا بعدا اللي عاشر سنه ثلاثه ديال اللي دازو ثلاثه العمدات اللي دازو نفاس حتى واحد فيهم ولا مره انه فكر يجي يزور هذا القنت هذا ويشوف هاد الناس شنو المعاناه اللي كيعانيوها، شنو الشيء اللي باغيين هما هنايا والو. تقول بي محمد قدماء في هاد الساحه هادي وتنبيعوا جميع انواع الكتب القديمه والمستعمله، هما مسؤولين تيجيو الناس كاع داك المسؤولين راهم قراو في الجامعه حدانا هنا وبداو من هنا ملي كانوا تلاميذ ملي كانوا طلبه، راه جميع الشرائح كتجي لهنايا والناس اللي ما عندهاش امكانيات ضعيفه كيجيو لهنايا، وحنا عاوتاني كنقصوا تاخذ واحد 20 ولا 30% كتاخذ معهم 10% يعني كتحاول ما امكن على المسكين وتنحاولوا على المسكين. دابا خصنا غير المسكين شويه يحاول علينا حتى حنايا ويساعدونا عاود السلطات نديروا عاود نشدوا هذا القصدير اللي عندنا، راه هذه 30 عام وحنا في هذا القصدير، يشوفوا لنا شي حل ويهضروا علينا شويه في مجلس النواب ولا فين ما كان. المهم راه حنا مدقدقين الحاله ديالنا، راه شحال حنا في القصدير مكتوبه كنجمعوا كتيبات قدامين كنجمعوا كتيبات عالميين جميع اللغات، كتوبه في الايكونومي كتوبه في الاداب كاين كتوبه اللي مفقودين كتصيبهم عندنا هنايا، كاين كتبة ديال هذه 100 عام و 150 عام وما عندنا هنا كتبة، راه عندنا هنا واحد الساحة شي كتبة كنز كنز عندنا هنايا. المجلس هذا يشوف من حالنا ويحاول ما أمكن يساعدونا يبنيو لنا ولا يديروا لنا يأطروا لنا هذا الشيء هذا، راه حنا بحال الديور العشوائيين، راه إلا جا غير الماء ولا الواد ولا شي حاجة راه يفيد علينا راه نضيعوا في رزقنا، حنا هذا هو مصدر الرزق ديالنا هذه سنين، راه 30 عام هذه وهذه وحنا جالسين هنايا يعاونونا يشوفوا لنا شي حل. خويا أنا كنجي لهنا كنقرا ثقافة عامة، أنا كنقرا في ليستية ندير برونش ديال الإلكتريسيتي المانتونونس، كنجي هنا مرة مرة كناخد كتيبات باش كنعمر وقتي هنايا. الدراري الحمد لله هنا مكتبة غنية أولا فيها كتوبة كقدامين وجدادين والدراري كيديروا تمن مزيان وكيساعدونا كيسلفاك كيصبر عليك، كنجيو كناخدو كتيبات من هنا متنوعة، مؤلفات ديال الروايات الأدب التاريخ كلشي كاين هنا. مكتبة غنية راه معروفة في فاس كيجيو لها من كل قنت، مهمولة بزايد صراحة مهمولة، خاص الإصلاح وخاص الهيكلة واحد شوية، أن شو الدراري الكتوبة هنا كيف زقولهم وكيضيعوا كيتكرفسوا، حنا براسنا حتى حنا كنتكرفسوا اللي كنجيو هنا نتقداو، خاص شي شوية ديال إعادة النظر وشوية ديال الالتفات ليها. راه كاينين مكتوبة كيديروا ب 200 درهم و 300 درهم وهنا الدراري كيبيعوهم بقلب 100 درهم، يعني خاصهم يعاونوا مكتبة ديال الشعب ديال دراري فاس. أغلبية ديال الطلبة ديال دابا راك عارف ما خداميش مساكن والأوضاع الاقتصادية مهرسة. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.